يقول السائل: شخص يستعمل الدشوش في منزله وهو يدعي الالتزام بالدين ونصح ولكنه لا يقبل النصيحة، كيف يتعامل مع هذا الشخص؟ نعم، هو عاصي في استعماله الدشوش، هذه معصية، وهو على دينه إن شاء الله، ولكن هذه معصية من المعاصي، فاستدعي أنه يناصح، تواصل معه النصيحة لعله يقتنع ويتوب إلى الله عز وجل. نعم.